بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى دولة الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في دولة ليبيا الشقيقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى 72 لعيد الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله له موفور الصحة والعافية وللبلد الشقيق دوام التقدم والازدهار. بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى دولة الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في دولة ليبيا الشقيقة. ضمنها سموه تهانيه بمناسبة الذكرى 72 لعيد الاستقلال لبلاده.